شكرا لك بدر الدين، ومساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه النافذة المباشرة من تونس، نتابع فيها مواكبة الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد الذي عده الرئيس قيس سعيد. الصمت الانتخابي مستمر هنا في تونس، وأقل من 12 ساعة بات تفصيلنا عن فتح مكاتب الاقتراع صباح يوم غد لانطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بينما تستمر عملية تصويت التونسيين المقيمين في الخارج لليوم الثاني على التوالي. وكانت منظمة مراقبون التي تتابع العملية الانتخابية في تونس كانت قد حذرت من تسجيل إشكاليات على المستوى القانوني أثناء حملة الاستفتاء، وقالت إن المسار شهد تغييرات جوهرية في مدة قصيرة، الأمر الذي يتنافى مع المعايير الدولية. كما جددت هذه الهيئة أو هيئة الانتخابات جددت دعوتها الناخبين للتثبت من مراكز الاقتراع، بينما تعيش البلاد انقساما حادا بسبب المسار الذي اعتمده الرئيس قيس سعيد. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لم تكن الحملة الدعائية حماسية وصاخبة كما جرت العادة خلال العمليات الانتخابية السابقة في 2014 و2019، وهي الأحداث الانتخابية والمواعيد الانتخابية التي شهدتها تونس بعد الثورة في 2011 التي أطاحت حينها بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لا تبدو الأجواء مختلفة تماما بين الصمت الانتخابي وأيام الحملات الدعائية. خلت شوارع تونس من مظاهرات المعارضة ومظاهر الاستفتاء وحملات المساندة أيضا. بدت الشوارع باهتة سياسيا وسط حركية عادية. هنا لا تشي الأجواء بأن البلاد تعيش على وقع استفتاء دستوري مصيري. حقيقة التونسيين لم يفهموا قصة الدستور وبناء دستور جديد، ولذلك هم غير مهتمين بقضية الجانب القانوني والدستوري لم يعد يجذب التونسيين. التونسيين عندهم اهتمام آخر مختلف. وصل قطار 25 من يوليو إلى أولى محطاته الانتخابية بعد عام من سريان التدابير الاستثنائية. لا حديث عن الدستور ولا عن بنوده بقدر الحديث عن الرئيس ومشروعه. فالاستفتاء الدستوري بدا وكأنه استفتاء على شخص الرئيس ومشروعه. المسألة برمتها بنيت على شخص الرئيس، على ثقة في شخص رئيس الجمهورية، وعملية التصويت على الأرجح ستكون حول صاحب المشروع وليست حول المشروع. أسدل الستار عن الحملات الانتخابية المحدودة أصلا، صمت الجميع وتوقف صوت المحتجين. الكلمة الآن لدى 9 ملايين ناخب مسجلين في قائمة الناخبين، إما الموافقة أو الاعتراض أو المقاطعة، ثلاثية ستحسم مصير دستور يبدو أنه سيحدد مستقبل مشروع الرئيس والبلاد برمتها. تحبس تونس أنفاسها لخوض استحقاق الاستفتاء الأول من نوعه بعد الثورة، لكنه ليس جديدا في تاريخ البلاد. هي محطة مفصلية سيكون لها ما بعدها سياسيا مهما كانت نتائج التصويت. وسام دعاسي، العربي، تونس. ومن المركز الإعلامي لهيئة الانتخابات وسط تونس ينضم إلينا مراسلنا خليل الإذاعي. خليل، ضعنا في الأجواء ساعات قليلة الآن باتت تفصل عن فتح مكاتب التصويت، ضعنا في الأجواء الاستعدادات وأيضا المخاوف، إن كانت ثمة هناك مخاوف من أو حول سير العملية الانتخابية وعملية التصويت غدا. خليل، نعم جمال، بالفعل 12 ساعة تفصلنا عن فتح مراكز ومكاتب الاقتراع، وساعة ونصف تقريبا تفصلنا عن موعد النقطة الصحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإعلان على ما يبدو على نسب المشاركة الخاصة بالتونسيين بالخارج في الأجزاء الست التي من المفترض أن يدلوا فيها بأصواتهم في هذا الاستفتاء. نتحدث عن فرنسا 1، فرنسا 2، ألمانيا وإيطاليا الأمريكيتين وبقية الدول الأوروبية والدول العربية وبقية دول العالم، أكثر من 300 ألف
تونسي خارج حدود تونس معنيون بالإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء بما يشمل 47 دولة. هذا على مستوى الخارج. على مستوى الداخل 11200 مكتب اقتراع يأمهم أكثر من 60,000 موظف في الهيئة العليا المستقلة الانتخابات. والانتقاد الرئيسي الذي وجه للهيئة العليا المستقلة الانتخابات في هذا الجانب هو في طول ساعات فتح مكاتب الاقتراع. مكاتب الاقتراع ستفتح عند 6 صباحا وستغلق عند 10 مساء بالتوقيت المحلي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار حرارة الطقس خاصة أنه نحن الآن في تونس في فصل الصيف فذلك سيصعب من مهمة الملاحظين والمراقبين كذلك موظفي الهيئة على حد سواء. وهذا أحد المآخذ التي وجهتها المنظمات الرقابية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذا من حيث الاستعدادات التي رصدتها الهيئة لهذا الاستحقاق. فيما يتعلق بالظرف العام الذي رافق الاستفتاء على مشروع الدستور يمكن القول أن هذه الظرفية هي ظرفية استثنائية، هي ظرفية مختلفة وفقا لمقاييس كثيرة. المناخ السياسي الذي سبق الاستفتاء هو مناخ سياسي متوتر بامتياز. خلال 11 سنة الماضية وقبل كل الاستحقاقات الانتخابية تقريبا لم نشهد حراكا ومظاهرات احتجاجية وصداما مع قوات الأمن واعتقالات في الشارع. شاهدنا هذا هذه المرة 42 ساعة تقريبا قبل موعد الاستفتاء داخل تونس، فضلا عن ما حفى بتنظيم هذا الاستفتاء من إشكالات ومن ملاحظات تمس خاصة الاستقرار الإداري على مستوى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نتحدث عن الخلافات داخل مجلس الهيئة والتي تم نقلها إلى الرئيس قيس سعيد ولم يفصل فيها. نتحدث كذلك عن التشكيك في استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها، خاصة وأن هذه الهيئة مجلس هذا الهيئة عينه الرئيس قيس سعيد وأدرج جملة من التغييرات على قانون الانتخابات، على النصوص التشريعية التي تنظم عمل الهيئة في تعارض مع مضمون دستور العام 2014، مما يثبت وجهة النظر التي تقول بأن كل هذا المسار باطل دستوريا. وبالتالي سقطت عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما يقول رئيسها السابق نبيل بافون، على الأقل سقطت عنها استقلاليتها. وهذا ربما يضع الهيئة في الزاوية ويسلط عليها ضغوطا أكبر بكثير من الاستحقاقات الماضية. ولهذا السبب رفقة أسباب أخرى طبعا، لهذا السبب يمكن قول أنه هذا الاستحقاق، هذا الاستفتاء يجري وسيجري في ظروف خاصة وبالإخت الاستثنائية.